بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في قناتكم الجديد الربح من الانترنت. ان شاء الله اليوم غتكون هذه الحلقة دردشة حول سوق العملات الرقمية، وغتكون اجابة لبعض الاسئلة اللي طرحوها الاخوان في التعليقات ديالهم، وغتكون اوسي مهمة نهضروا حول موضوع الساعة اللي هو العملات الرقمية، البيتكوين، بيتكوين كاش، والعملات اللي ارتفعت هاد الأسبوع، والعملات اللي انخفض السعر ديالها هاد الأسبوع، وشنو هما العملات اللي نقدروا نستثمروا فيها من هنا لقدام. فوالا، نبداو بأول حاجة هو سعر البيتكوين. البيتكوين كيف مشو؟ عرف واحد لا كوريكسيون، كتسمى كوريكسيون او نيفو ديال التريدين، يعني الثمن ديالو نقص واحد شويه، كان 4400 دولار ولا تقريبا 4000 دولار، 400 دولار ديال لا ديفيرونس ديال البيتكوين. هذا من جهه. شفنا البيتكوين كاش اللي ارتفع واحد، دار واحد القفزه نوعيه، حيث انه كان 300 دولار وصل ل 900 دولار، وهو دابا 674 دولار البيتكوين. بالنسبه للايثيريوم ارتفع من 290 دولار 315 دولار، وبالنسبه للنيو انخفض من 50 تقريبا دولار 35 دولار. والمفاجاه ديال هذا الاسبوع هي رايبل من 0.15 سنت ولا 15 سنت 0.15 دولار ولا 23 دولار، وهي قفزة نوعية بالنسبة للناس اللي محتفظين بالرايبل. تخيميا، هذا من جهة. بالنسبة للناس اللي جداد ما كيعرفوش البيتكوين ويلاه بغي يدخل هاد الدومين، انا كنصحهم بهذا الدومين لانه اكثر من رائع. بيتكوين في عام طلعت لو بري ديالو تقريبا من 1000 دولار 4000 دولار، اقل من 1000 دولار الى 4400 دولار، وهذا شيء رائع جدا. وهذا المجال هو مجال مربح، ولكن خاصو الخدمه وخاصو لا استراتيجي، وخاصو بزاف ديال الوقت باش تعرف العملات الرقميه، تعرف كيف تستثمر، تعرف امتى غادي تستثمر. ومن اهم النصائح اللي نقدر نعطي للناس اللي باغيين يديروا التراد، ان قبل ما يختار اي عمله خصو يفكر مزيان ويحط بزاف ديال الاعتبارات بالنسبه ليه. اول حاجه انه خصو يشوف هذيك العمله لاش صالحه، يعني شنو هو الهدف من هذيك العمله. ثاني حاجه يشوف الستاف اللي مختارين هذوك العمله، ولا الناس اللي بتاكروا هذيك العمله، شكون هما هاد الناس، شنو هو لوبجيكتيف اللي باغي نوصلو بيه، وعلاش دارت هاد العمله، وشنو هو الغرض من انتاج هاد العمله، شنو هي الاشكاليه التي تعالج هذه العمله. دونك الا كنت عرفتي هاد المجموعه من الامور، وعرفتي ان مثلا بالنسبه لعمله الرايبل هي كتعالج لي ترونسفير دو دوني من بنكه لبنكه، وان لا تكنولوجي ديالها كتسرع العملية ديال الترانسفير، وكنت مقتنع بأن هاد العملة عندها واحد المستقبل، تما كتانفيستي فيها. والانفيستيسمون كاين أنواع، كاين انفيستيسمون أكوغ تيرم، وكاين انفيستيسمون ألونغ تيرم، يعني كانفيستيسمون على المدى المتوسط والمدى الطويل، وكاين الانفيستيسمون اللي كتشري العملة اليوم وتبيعها من ورا واحد الساعة ولا واحد ساعتين ولا واحد النهار، إن فوا طلع شوية في الثمن وتحقق واحد الارباح معينه وتبيعها. ان شاء الله هاد لي تخوا مود ولا هاد ثلاثه الانواع ديال الاستثمارات غادي نشوفوهم وحده بوحده، يعني على المدى القصير ولا المدى اليومي او الاستثمار اليومي. غنشوفو ثاني على الاستثمار المتوسط والاستثمار على المدى البعيد. نعطيكم غير ناخذ اكزامبل ديال الرايب، ناخذ الاكزامبل ديال الرايب، شوفوا لو بري ولا الثمن ديال رايبل 0.22 سنتيم ولا 0.22 سنتيم، وشوفوا رجعوا مثلا رجعوا لسنة 2015 مثلا 2015
نشوفوا غشت مثلا 23 2015، نشوفوا الثمن ديال الرايفل شحال كاين، ندير واحد مقارنة بين هذه الأثمنة هنا والأثمنة هنا، يعني من 2015 ل 2017 اللي هو استثمار ديال سنتين. بالنسبة للبيتكوين كيف ما شفتوا 2300 230 دولار، دابا البيتكوين يساوي 4000 دولار. بالنسبة للرايبل 0.007 0.007 دابا 0.22، فرق كبير جدا. بالنسبة للايت كوين 3 دولار دابا 46 دولار. بالنسبة للإيثيريوم 1.36 دولار، 1.36 دابا 300 دولار. شوفوا الفرق الكبير اللي كاين من 1.36 دولار 300 دولار في ليسباس ديال عامين. يعني العدد ولا الرأس مال اللي استثمرتيه غادي تضرب في 300. ما كاينش شي استثمار في العالم اللي يعطيك هاد لو بورسونتاج ديال الايثيريوم. يعني الا كنتي مستثمر تقريبا واحد 10000 درهم مثلا، كنضرب المغربيه وبالدارجه المغربيه، لو استثمرتي 10000 درهم في 2015 حطيتها في الايثيريوم، تقسيم الايثيريوم 10000 درهم تقريبا، غتعطيك تقريبا واحد 250000 ولا 250 مليون. مليون و10000 درهم في 2015، 2017 عطاك 250 مليون. ما كاينش استثمار في العالم اللي غيعطيك بحال هاد النسبة هادي. فوالا بالنسبة للداش 2.86 دابا 300 دولار. وكاين العديد من العملات اللي تقريبا طلعت في الثمن وقفزات في الثمن. المونيرو اللي كنشوفو دابا، المونيرو شوفو 0.54 دولار، دابا دير 91 دولار، 0.54 91 دولار. شوفوا الفرق اللي كاين. هذا باش نبين لكم ان الاستثمار على المدى البعيد هو استثمار جيد 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 جدا، ولكن خاص تاخذ بعين الاعتبارات، بعين الاعتبار عفوا، تاخذ بعين الاعتبار مجموعة من الامور، لانه العملة العملة لوبجيكتيف ديال العملة شكون هما الناس اللي يمكن كاين بهاد العملة اتسيتيرا، ودير البحث ديالك قبل ما تستثمر في هاد المجال هذا. هذا من جهة. تخي بيان، السؤال اللي غادي يطرح نفسه هو دابا حنا في 2017 والناس اللي باغين يبداو في هاد الانفستيسمون، اللي بان ليهم بان هاد لو مارشي ديال لا كريبتو كورونسي فيه ما يدار وباغين يخدموه، ولكن كيفاش يبداو؟ شنو هي الطريقه اللي يقدروا يبداو بها بلا ما يدخلوا دي السيت اللي غيتنصبوا عليهم، بلا ما يتعذبوا بزاف؟ شنو هي اقصر ولا شنو هي انجع طريقه للاستثمار وباش يوصلوا باش يمشوا مزيان في هاد الدومين؟ بالنسبه ليا كاينين جوج طرق، سواء الاستثمار من الاستثمار انك تخلص تاخذ شري البيتكوين، شري يعني واحد الكميه من البيتكوين، والبيتكوين يساوي دابا 4000 دولار تقريبا، 4000 دولار كيف ما شفتوا، انك تشري واحد الكميه من البيتكوين، ومن بعد انك تستثمر في العملات الرقميه تقدر. وهنا عندك بزاف ديال الاستراتيجيات للاستثمار كيف ما قلت لكم، المدى القصير والمدى اليومي، المدى القصير والمدى اليومي، وتقريبا المدى المتوسط والمدى البعيد. وكاينين دابا دي بوسيبيليتي ان كاينين عملات ارخاص دابا حاليا اللي يقدروا من هنا لواحد العامين ولا 3 سنين حتى هما كنقول لك يقدروا، يعني قدروا يوصلوا يقدروا ما يوصلوش، سا ديبون على حساب بزاف ديال العوامل. ونقدر نذكر من هاد العملات، كاين العمله ديال ايوتا اللي ساويه دابا 0.85 دولار، تقدر من هنا لواحد العام ولا عامين حتى هي توصل
توصل لهذاك لو بري ديال اللي كنشوفو دابا ديال الايثريوم ولا ديال المونيرو. ديال المونيرو كيف مشو المونيرو كان 0.5 دولار، ها هو 88 دولار. كاينه عملة النيو اللي تساوي 35 دولار، تقدر توصل لأعلى الدرجات. كاينه عملة الأوميز جو، هاد أوميز جو حتى هي اللي طالعة في الثمن، وغادي ندير عليها حلقة بوحدها. هاد الأوميز جو كاين 10X لي لو بروجي ديالها، 10X لي لو بروجي ديالها أنها تحول لا كريبتو كيرونسي من عملات فيرتشوال رقمية إلى عملات مادية، مثلا دولار ولا درهم ولا الأورو، يعني باغ دي كارت بونكير. يعني 10X لو بروجي ديالها أنها تحول العملات الرقمية من عملات رقمية إلى عملات مادية، مثلا بحال الدولار ولا الأورو ولا العملات المعروفة عالميا. وتقدر اي واحد يقدر بلا كارد ديال 10 اكس يمشي يتيري من الكيشي، يتيري الرصيد ديالو من لا كريبتو كيرونسي، يتيريه ولا يتيريه عملات نقدية. كاين الليسك اللي عنده واحد المستقبل كبير جدا، ليسك. كاين ستيم، هو اهم عملة، وواحد العملة اللي عنده واحد المستقبل كبير جدا ستيم، وهو عملة ديال واحد لا بلاتفورم اللي سميتها سيميت. وتقريبا من سيميت انا خدام في هاد لا بلاتفورم، تقريبا هي هو لو سيت الوحيد اللي خدام فيه 100%. يعني سيميت تنخدم فيه تقريبا، وكندوز فيه معظم ديال الوقت ديال الخدمة في الانترنت في هاد الشبكة الاجتماعية، انك تتحط لي فيديو ديالك، تتحط لي الموقع كيف ما شفتو بحال دابا هاد البوست 22 دولار، يلا تحط 53 دقيقة تربح فيه 22 دولار. من بعد أسبوع كتخلص فيها 22 دولار، تاخد واحد النسبة، هاد النسبة كتحولها للبيتريكس ولا البولونيكس ولا المنصة ديال التداول، وكتشري منها العملات اللي بغيتي انت. هذا من جهة. وفوالا، كنصح الإخوان اللي باغيين يخدموا في هذا الدومين، يدخل لهاد السيميت ويخدموا فيه، لانه فيه ميدات، فيه بزاف ديال الامور. من هاد السيميت تقدر تاليمونتي لو كونت بيتريكس ديالك، وتشري بزاف ديال العملات الرقميه اللي غتكون رخيصه في لو بري، مثلا لو بري تكون رخيصه في لو بري ان شاء الله، تشريها. ومن بعد ربما هذه العملة من واحد العام ولا عامين ولا 3 سنين تقدر ترتفع في الثمن ديالها. مثلا عملة ديال الايوس، هذه العملة ديال الايوس اللي هي ان كونكورون ولا منافس ديال الايثيريوم، هذه العملة عندها واحد المستقبل كبير جدا، وغادا ترتفع، غادا ترتفع. يعني الانسان يحط فيها واحد 100 دولار ويحطها وينساها عام ولا عامين، ويرجع استثمار ورجع شوف هذيك العملة فين وصلت. سيغمون غادي توصل ل 20 دولار ولا 30 دولار، يلقى مثلا هذيك 100 دولار ضربات في 30 مرة، ولا 3000 دولار ولا 4000 دولار ولا 2000 دولار، اون سي جام. هذا من جهة. تري بيان، فوالا. بالنسبة للموقع ديال ستيميت، عليه واحد الضغط دابا على كونيكسيون كنسجل فيها، غادي تلقاو اللين ديالي في موقع ديال ستيميت، اللي هو ستيميت@.com/ مشهور كيف ما شفتو. الموقع خدمت فيه تقريبا شهرين، تقريبا المتوسط ديال الأرباح ديالي في هاد الشهرين تقريبا، في هاد الشهرين 50 دولار، 250 دولار، اللي هو واحد المبلغ متوسط اللي تقدر ديماري بيه، وتقدر تاخد به مجموعة من العملات الرقمية وتستثمر به في بعض المواقع. كما كتشوف هنايا تقريبا لو نومبغ ديال غير النومبغ ديال لي بوست ولا لي كومونتيغ ولا لي بوست اللي درت 3525 بوست اي كومونتيغ. هذا دليل على اني في هاد لي دو موا كنت خدام في هاد الموقع، وكنت اكتيف في هاد الموقع،
وتقريبا تقريبا لا فالور ديال لو كونت ديالي في ستيم تقريبا 126 دولار هذا، وتقريبا